بكينا بدمعة انفارك سهر ليل الحزن طبعا نحن بس الدرب وحشا وحنين المبتعد دمعة بعد صورة قبر زينب تواعدنا بأثر رجعة بعد صورة قبر زينب تواعدنا بأثر رجعة رغم كل البعد لكن رغم كل البعد لكن بعد آذانها 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 سمع بكينا بكينا بدمعة انفارك طبع ليل السهر سهر ليل الحزن طبع. هذه خطوة عظيمة في طريق طويل، الإنجاز أولا والوصول إلى مستوى التحدي ثانيا والتفوق ثالثا.